التوتر لم يعد في أوروبا وحدها، شرق آسيا وتحديدا في شبه الجزيرة الكورية تتصاعد التوترات أكثر وأكثر خوفا من حرب نووية قادمة. وكما جرت العادة، لموسكو وواشنطن نصيب من هذا التوتر. مناورات أمريكية ردت عليها كوريا الشمالية بصواريخ باليستية، أما الجنوبية فرئيسها سيحلق بطائرته ليحضر قمة الناتو. قلق وتوتر وتصاعد بالأحداث، ولا صوت يعلو فوق صوت الصواريخ والنووي. شبه الجزيرة الكورية ساحة صراع نووي. مع أواخر مايو من عام 2022، كانت حاملة الطائرات الأمريكية USS رونالد ريغان تسبح في شواطئ بحر الفلبين مع عناصر من جيش كوريا الجنوبية لتنفذ مناورات عسكرية استمرت لثلاثة أيام أمام أنظار كوريا الشمالية وزعيمها المتحمس للحرب النووية، إلا أن الرد جاء سريعاً ما أن انتهت المناورات الأمريكية الكورية، حتى أطلقت بيونغ يانغ 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى صوب البحر ذاته. الصواريخ أطلقت من 4 مواقع مختلفة خلال أقل من 35 دقيقة، واتهمتها كوريا الجنوبية بالاستفزاز، إذ أن الصواريخ حلقت لمسافة بين 110 و670 كيلومترا حتى سقطت في بحر اليابان. رئيس كوريا الجنوبية خرج سريعا وقال إن برنامج بيونغ يانغ النووي والصاروخي يشكل تهديدا للسلم العالمي. فجاء الرد الأمريكي بالاشتراك مع الشق الجنوبي، فبعد إطلاق الصواريخ بيوم واحد فقط أعلن الجيش الأمريكي إطلاق صاروخ من بحر اليابان، وذلك خلال تدريب مشترك مع كوريا الجنوبية. فيما قال الجيش الكوري أنه أطلق 7 صواريخ من ذات البحر لتصبح المعادلة ب8 صواريخ من هنا و8 من هنا في سباق مستمر في شبه الجزيرة الكورية. تحركات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لم تتوقف هنا، إذ أعلن الرئيس الكوري أنه سيكون حاضرا في قمة الناتو القادمة، كما توجه وزير خارجيته إلى واشنطن ليلاقي نظيره الأمريكي بلينكن بهدف مناقشة المواجهة مع كوريا الشمالية ولتأكيد التحالف بين البلدين أو حتى مع الناتو. التوتر في شبه الجزيرة الكورية لا يتوقف عند هذا الحد، فمنذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية زاد الانفصال والعداء فيها. كوريا الشمالية أعلنت تأييدها لروسيا بشكل فعلي، أما كوريا الجنوبية فانضمت بشكل روتيني لواشنطن المواجهة لروسيا، ما جعل من المنطقة ساحة صراع جديدة بين موسكو وواشنطن. فبعد الحرب الروسية الأوكرانية بمدة قصيرة انتخب سكان كوريا الجنوبية رئيسا جديدا لهم، وهو المحافظ يون سوكيول، والذي تعهد باتخاذ موقف متشدد تجاه كوريا الشمالية، وقال خلال حملته الانتخابية أنه سيشن ضربة استباقية ضد الشق الشمالي بهدف تدمير أسلحتها في حال تبين أنها تنوي شن هجوم على بلاده. تصريحات الرئيس الجديد قد تكون عادية، لكنها في الواقع هي الأولى من نوعها التي تطلق بشكل علني وبشكل سريع بعد توليه الحكم لتوصف بذلك بالاستفزازية. بعدها بأيام أطلق كيم عرضا صاروخيا ضخما في شوارع بيونغ يانغ، وقال خلال العرض: أي قوة معادية تهدد كوريا الشمالية ستمحى من الوجود. وفسر ذلك سريعا بأنه تحذير للرئيس الكوري الجديد. روسيا، وعلى الرغم من كونها من الحلفاء القدامى لكوريا الشمالية، لكنها حتى اليوم تحاول عدم التدخل بشكل مباشر في الصدام الحادث. فالولايات المتحدة دخلت على الخط سريعا لدعم الجنوبيين خوفا من تصاعد قوة بيونغ يانغ بشكل مفاجئ. فخلال العام الحالي أجرت الأخيرة حتى الآن 18 تجربة صاروخية تقول أنها جميعها لم تحوي رؤوسا نووية، وذلك في تأكيد على التزامه مع قرارات الأمم المتحدة. إلا أن التقارير القادمة من واشنطن تؤكد استمرار البرنامج النووي الكوري الشمالي ووصوله لمراحل متطورة للغاية منذ انهيار الاتفاق معها عام 2019، وهو ما يثير قلق جارتها الجنوبية، كما يشار إلى الدعم الروسي لها في الآونة الأخيرة لتكون حليفا محتملا لها في منطقة شرق آسيا، وتبقى بذلك في منطقة الأمان أمام التواجد الأمريكي. يقلق سكان الجنوب من قوة بيونغ يانغ، وتحاول كوريا الشمالية بكل مرة فرض عضلاتها أمام العالم، لكن يبقى الصراع الحقيقي في تلك المنطقة بين واشنطن وموسكو.